فأنت يا أخي على خير إذا دعوت لأخيك تنفعه وتنفع نفسك. الملك يؤمن ويدعو لك يقول لك بمثله، فإذا قلت اللهم اغفر لفلان، اللهم أصلح قلبه وعمله، اللهم يسر أموره، اللهم ارزقه ذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، العلم النافع، تدعو لأخيك ما تراه مناسبا، والملك الموكل يقول آمين ولك بمثله. وهذا في الحقيقة إنما يقع من أصحاب القلوب السليمة الرغبة في الخير المحبة للخير، فإنها تعتني بهذه المسائل لما في قلوبها من الرقة والمحبة والرغبة فيما عند الله والنصر لعباد الله، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين.